هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، نراجع ما اخذنا من الدرس. نعم، نعم، على ما
يسأل عن هذا القرض وهو نعم وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يتخول الصحابة بالموعظة والموعظة أو الوصية أي الوعظ والعهد نعم وقد وجنت أي خافت وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم وحال كل واحد الخاف وذرفت منها العيون أي بكت طيب فأوصل أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بما بتقوى الله والسمع والطاعة حتى وإن كان لعبد في المعروف إنما الطاعة في المعروف فإن من يعش منكم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أكون في المستقبل أعلم الله سبحانه وتعالى بها ذكر المرض وذكر العلاج وحذر صحيح المرض هو مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اختلافا كبيرا والعلاج لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتعلم والعمل والدعوة والصبر وطوبى للغرباء طوبى من الطيبين الشجرة في الجنة ومن الطيبات أول تشمل الشجرة وغير الشجرة ثم حذر من البدع ومخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام نعم يعني وقلنا هذا أيضا في حرص الصحابة رضوان الله عليهم أنه سأل طيب نعم سمعي ذكرنا أن هناك المقاصي الوسائل والمتلمات ذكرنا أن الأشياء ثلاثة وسائل إلى العبادات كالمشي إلى الصلاة أو السفر إلى الحج والمقاصد المقصد الصلاة في المثال الأول والحج في المثال الثاني والمتممات عندما يرجع من الحج أو يرجع من الصلاة فيؤجر على المسائل ويؤجر على المتممات بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة نعم وهل يؤجر من لم ينويها؟ لا بس أقصد الوسائل أنا ما أسمع الأسئلة أسمع الأجوبة فقط نعم طيب نعم حديث القدس قلناه وما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي سبحانه وتعالى يا عبادي أقول ما على نفسي وقال سبحانه وتعالى ما ربك بظلام للعبيد نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى وأمر العباد بهذا يا عباد يعني إن كنتم حقا وصدقا عبادا لله لا تضاروا ولو كل واحد منا صنع هذا مع نفسه ما احتجنا إلى قضاء أو علماء يفتون بما يكون بين الناس ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فقط واجعله بينكم محرما فلا تضارب ولا بد من الافتقار الى الله الاستعانه وطلب الهدايه وطلب الرزق صحيح واننا لا يمكن ان نستغنى عن الله طرفه عين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم كأن فيها هذا في معاني سورة الفاتحة أي نعم طيب بعد أمر نعم وهذا في أن العبادة قد يقع منهم شيء من الذنوب والمعاصي فماذا نسأل يتبع السيئة الحسنة تمت والله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل لا غير وغفر الذنب الستر مع التجاوز نعم وهذا فيه كمال ملك الله سبحانه وتعالى وكمال غنى الله سبحانه وتعالى عنه وسعة فضل الله وأن العبيد لو اجتمعوا في مكان وقلنا هذا فيه من أسباب إجابة الدعاء الاجتماع على السنة لا على خلق السنة و
وأن الله سبحانه وتعالى له الملك الكامل. نعم الله تعالى. طيب غيرها قلنا طهارة تنقسم إلى قسمين حسية ومعنوية، والمعنوية هي المقصود منه شطر الإيمان، تطهر الباطن قبل الظاهر، طهارة من الشرك. وذاك فضل التسبيح والتحميد والتهليل. نعم وكذلك نعم، وهذا فيه قلنا إثبات ما عليه السنة والجماعة من إثبات الميزان، وأنه ميزان حقيقي وله كفتان وله لسان على ما وضع بعض السلف. والأصل أن الأعمال توزن، كيف؟ الله أعلم. آمن وصدقنا وسلم، وقد يوزن العام وقد توزن الصحف. وذكرنا معنى الحمد وسبحان الله، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نفس وعين، والتفكير وغير والله أعلم. طيب نعم 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 وقلنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض أركان الإسلام الله تعالى. وقلنا شغل هؤلاء الشاب رضا الله سبحانه وتعالى وجنة الخلد. نعم طيب بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن الصحابة رضي الله عليهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من المهمات، وأرادوا العلم والعمل رضوان الله عليهم. نعم واستفادت الأمة بهذه الأسئلة، وقلنا قد يسأل السائل منه وتستفيد الأمة. وهناك بعض الناس اليوم يسأل تعمد. نعم قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم للتشويق ولبيان أن هذا السائل سأل عن مسألة مهمة ينبغي السؤال عنها، وينبغي أن كل من يأتي بعد هذا الصحابي يحتمل هذا الأمر. نعم تعبد الله فلا تشرك به شيئا. تقدم معنى العبادة التذلل لله محبة وتعظيم. نعم ولا تشرك به شيئا، والعبادة هي التوحيد، والنهي عن الشرك هذا الركن الأول من أركان الإسلام. وتقيم الصلاة. وتقدم معنا. وتؤتي الزكاة. نعم. وتصوم رمضان وتحج البيت. نعم. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ هذا أيضا فيه أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، تشويق الآن. نعم. الصوم جنة. الصوم جنة. يعني مانع يمنع من الشهوات. وتقدم معنا فعليه بالصوم فإن له جنة. وقلنا إن استطاع الباء فليتزوج، وإن لم يستطع فعليه بالصوم. ومن الأمور التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى لمن لا يقدر على النكاح الصيام، التقليل من الطعام والشراب، عدم النظر، عدم الكلام والسماع والحديث في هذا الباب، والاختلاط بالنساء وكذا، اتيان الاسواق، شر البقاع، الصحبه الصالحه، قراءه سوره يوسف عليه الصلاه والسلام، الدعاء، والا
تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. زيارة القبور لنا تذكر الآخرة، الآداب الشرعية، يعني ترك التعري ومهل ذلك سواء كان من الرجال أو من النساء، الحجاب الشرعي، بعد الرجال عن النساء. قال خالد بن عمر: لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخل منه ابن عمر رضي الله عنه. وغير هذا من الأسباب التي ذكرها العلماء. التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وارحمني بفضلك عن من سواك. تتذكر بما أعد الله سبحانه وتعالى لك في الجنة، من ترك شيئا لله عوض الله خيره. تتذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل للمؤمنين الصغار الفضل. الحور العين لا حيض ولا نفاس ولا رجل. وأن الزنا أسرع عليه السلام دين، ولا بد من سداد هذا الدين كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. وغير هذا من الأمور التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم، الذنوب كالنار تحرق، تطفئ النار بالماء. والخطيئة أي الإثم والذنب يطفئ بالصدقة. وقلنا أن الصدقة تدل على صدق الإيمان، وأتبع السيئة الحسنة تمحى الصدقة وما إلى ذلك، بالصلاة والاستغفار والصدقة والدعاء. نعم. وصلاة الرجل في جوف الليل. صلاة الرجل في جوف الليل أي في وسط الليل. وأفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، يقسم الليل على ينام نصف الليل ويقوم الثلث ثم ينام السدس، وخاصة في هذه الأيام الآن ما شاء الله يكفيه وزيادة. كان قليلا من الليل ما يهجع وبالأسحار هم يستغفر. هذا حال السلف الصالح رضي الله عنه. نعم، صار في جوف الليل أي في وسط الليل، في الثلث ليلة الآخر يدرك بهذا. نعم. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. نعم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده. رأس الأمر، وإذا انقطع الرأس مات الجسد. رأس الأمر الإسلام. بين لنا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والقيام بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ومراتب الدين ثلاثة: وأركان الإسلام، وأركان الإيمان، والإحسان. نعم. وعموده وذروة سنامي. الآن الخيمة لها عمود بالمنتصف أو أكثر، وإذا أسقطنا هذه الأعمدة انهار البناء. نعم. وذروة سنامي أي أعلى الجهات في سبيله. وتقدم معنا أن المقيم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد ذكر أن الجهاد على أربعة أقسام: جهاد النفس أولا بالعلم والعمل والدعوة والصبر سورة العصر، ثم جهاد الشيطان بترك الشبهات والشهوات. الشبهات بدعة والشرك والشرك أكبر وأصغر، والشهوات صغائر وكبائر. وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والجوارح والقلب. وجهاد المعاصي والمنكرات والبدع: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث. نعم. قلت: بلى يا رسول الله. وقلنا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم للتشويه. نعم. قال: هو يعرف انه لا يعرف هذا. نعم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. نعم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. يعني كيف
يعني تجمع هذا اليوم. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جواب عنه، وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه، ما ترك شيء يقرب إلى الله إلا وأمره. نعم. فبلغ يا رسول الله. نعم. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. نعم. وقال أن يضربني ما بين الحيين وما بين ما فخذين أضمن له الجنة. كف عليك هذا. نعم. قلت يا نبي الله. هذا ملا كلام وجماع الأمر. نعم. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. نعم. قال: فقد ذكرتك أمك. هذا كلمة تقال عندهم للحث والتنبه لهذا الكلام. نعم. لا من الدعاء. قال: يدب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذن فليقل خيرا أو ليسكت على من تقدم معه. نعم. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم على النسيان فلا تبحثوا عنها. نعم. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله تعالى على ما اعتدنا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأنا به من نظم الورقات، وبعد أو قبل الظهر بساعة نتم إن شاء الله تعالى هذا المتن المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأطلعنا صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.